جميعا بكل خير. نتواصل مع حضراتكم، نحييكم في اليوم الأخير لسن الثنايا قبل إعلان انطلاقة ختام سباقات الهجن في المرموم 2013 هذا الموسم الحافلي بالمفاجآت والمخبي للإنجازات لبعض الشعارات هنا في ميدان المرموم في تحفة ميادين السباق. مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق في هذه اللحظات شوطنا الثاني خاص بالثنايا أبكار المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. هذا الشوط تحمل مسافة 8 كيلومترات. شوطنا الثاني في مجموع أشواطنا 12 والمقرر رسميا سباق أخير لهذا السن لهجن أصحاب السمو الشيوخ في هذه الأمسية الجميلة. أول كيلومتر من 8 كيلومترات ينتهي مع مقدمة الشوط مباشرة. نرى العمالة في المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في قيادتها وتضميرها، بينما المركز الثاني يأتي دور مصيحة لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي المضمر اللي يقود هذه البكرة في هذه المشاركة والهجن اللي تحمل هذا الشعار. نتجه إلى المركز الثالث، نرى ريمه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمرها السيد مسري بن سالم بن عرطي الحميري في وقت نرى من خلاله تدخل على المركز الرابع مشاهدينا الكرام من حاملة رقم 4 الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم يضمرها السيد سعيد بن عبيد بن مروشن. قربت 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 المركز الرابع الدبيس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، غيرت خذت المركز الثالث يقودها ابو حمد مسري بن سالم العرطي. المركز الرابع اوصاف لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد مكتوم سلطان بن سيف المقبالي في التضمير، وايضا تاتي سلام لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يضمرها سيد يضمرها السيد طارش بن مبارك بالقوبع. يا سلام يا سلام، 800 متر والانطلاق من مصيحة باين باين على المقدمة باين على شاشة التلفزيون. الله، ركز يا العويسي ركز يا حمد يا اخوي يا حمد يا بن علي. هناك هجوم، هناك هجوم من الشايبة اللي ترفع راية التهديد لسمو الشيخ راشد بن احمد المكتوم وحميد بن بدر العليلي معلن هذه الخطورة، لكن صيحة ثابتة في مقدمة الشوط. ناهيك عن ايضا وجود تهديد من الثالث بالمركز الثالث الدبيس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي. منطلق محمد ينافس يلاحق يتحدى هنا في المقدمة، لكن مصيحة مصيحة مصيحة. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله يا الشايبة، خطفت خطفت مقدمة الشوط الشايبة الشايبة لسمو الشيخ راشد بن احمد المكتوم في اهم اللحظات. 200 متر على خط النهاية تعلن تعلن خطف هذا المركز والاختطاف لهذا المركز ليهدي وازف الناموس لسمو الشيخ راشد بن احمد المكتوم على هذا الفوز المهم لهذا الشعار. وايضا ايضا التهاني موصول لحميد الشاعر حميد بن بدر العليلي. يا سلام يا سلام، وصول ممتاز. المركز الثاني مصيحة لسمو الشيخ زايد بن مر المكتوم المكتوم. المركز الثالث الدبيس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع اوصاف لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، تليها ايضا لصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم اللي هي سلام. هذه 5 مراكز كانت حاضرة بقوة بشعاراتها مشاهدينا الكرام بتحدياتها. 13 دقيقة 9 ثواني و8 أجزاء من الثانية توقيت شايبة اللي فازت بالمركز الأول. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن أحمد المكتوم، وتهانينا لحميد بن بدر العليلي. وفي المركز الثاني تأتي مصيحة بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 11 ثانية 8 أجزاء من الثانية. التهاني لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي مضمر مصيحة. المركز الثالث الدبيس والتوقيت 13 دقيقة و12 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن